استضافتنا السيد سفير المملكة السعودية في زيارة طيبة منه للتهنئة وللمجاملة، في نفس الوقت في النقاش والحديث حول المساحات الممكن يتم فيها تعاون. وكلنا نعلم كسودانيين يعني الدعم الكبير ظلت المملكة السعودية تقدمه للشعب السوداني، وحتى الآن يعني هم على استعداد يستمروا في التعاون ويوسعوا فيه في كل المجالات المختلفة زي ما يعني عهدناهم دائما. فنحن شاكرين جدا للسفير السعودي والوفد المرافق له لزيارتنا في وزارة الحكم الاتحادي وما قدموه من يعني مجالات للتعاون في كل السودان، يعني في الولايات المختلفة في مجالات الزراعة، في إنه ممكن يقدموا عون كبير جدا جدا في المجال بتاع النازحين وقضايا السلام وفي مجال التدريب والتأهيل والعلاقات والزيارات المتبادلة ونقل التجارب من السعودية. فالوزارة شاكرة جدا لهذا العرض الجميل والعرض اللي فيه كثير من الفوائد ممكن تعود على الشعب السوداني في المستويات المختلفة. تشرفت اليوم بزيارة معالي وزيرة الحكم المحلي وكان لقاء وديا، هنينا فيها معالي الوزيرة على الثقة في إدارة هذه الوزارة المهمة، وتم البحث في قضايا ثنائية للتعاون في مجالات عديدة وكبيرة من بينها تبادل خبرات والزيارات وأيضا الاستفادة من خبرة الجانبين فيما يتعلق بالشؤون الإدارية وإدارة المدن. ونحن إن شاء الله انطلاقا من هذا اللقاء سيكون إن شاء الله